السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ أخباركم ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على موضوع صعب، اللي هو إعادة أو تصحيح العمليات اللي فاتت أو مشكلة حصلت بعد الجبس. كالعادة احنا مش هنتكلم بالتفصيل على أي حاجة، غير ان احنا بس بندي شوية معلومات تقرب بس الفكرة ما بيني وما بينكم، بيبقى الشغل عامل ازاي. اول حاجة، المشكلة لما بتبقى موجودة عند المريض احنا بنحلل المشكلة دي، يعني لازم اعرف هو محتاج ايه بعد ما حصلت المشكلة. يعني هو محتاج مني ان انا اعالج ألم، ولا مثلا شكل، ولا وظيفة، عشان نطلع من النقطة دي على نقطة مهمة اللي هي سقف طموح العيان. أنا ممكن أعمل شغل كبير، بس العيان كمنه ما كانش متفهم من الأول إحنا بنشتغل إزاي، يحس إن العملية ما نفعتش ما نجحتش. والعكس صحيح، أنا ممكن أعمل شغل معقول بس موجه لفكر العيان مثلا، أو إن أنا بعد ما صححت له تفكيره. سقف طموح العيان لازم يواقعي على أرض الواقع، ما ينفعش يبقى في عندي مشكلة ضخمة كبيرة بقالها فترة، مثلا سنة أو اتنين، وطبعا بقيت بسمع أرقام أكبر من كده، ويبقى مطلوب إنك تخش العملية وترجع زي ما كنت في الأول. الكلام ده مش مظبوط. أمال إحنا بنعمل إيه عشان العيان يحس إن هو استفاد؟ بنشوف هو محتاج إيه. يعني مثلا عشان نقرب بس التفكير، الحالة اللي احنا كنا عرضناها على الصفحة كان بقاله سنة، لسبب ما كانت رجليه من عند الكاحل معوجة بتاع 30 درجة. فهو مشكلته او الاهل جايين بان هو مش عارف يمشي. اللي عند الكاحل دوت يعني المفصل تعبان وفي انحناء، وبقاله سنة ما بيحطش رجله على الارض. طب انت عايز ايه؟ انا عايز احط رجلي على الارض، انا عايز ارجع امشي تاني، عايزين ابننا يمشي تاني. لو انا عرفت انفذ الموضوع ده، يبقى انا كده هو وصلت العيان للي هو نفسه فيه. بس لو جه وقال لي مثلا ده المفصل فيه نسبة خشونة او متدمر وفيه نسبة الم وانا عايز اعالج الكلام ده، ده بيبقى امر غير واقعي. يعني انت مستني ايه من مفصل في مركز النمو بعد سنة هيتعمل له ايه؟ فهو ده اللي احنا عايزين اوصل بيه معاكم لسقف طموح العيان. لازم يبقى واقعي، لازم يبقى الطلب واقعي. بمجرد ما الرجل اتعدلت خلاص بقى الناس مبسوطة والموضوع خلاص. لو هو كان من الاول فاهم ان كمان مش هيبقى فيه ألم، لا، الكلام ده مش عمليا على أرض الواقع صعب. احنا بعد ما بنعدل بنشوف اللي باقي ايه. يعني لا قدر الله هو كده كده لازم يحط رجله على الأرض الأول، وبعد كده هنشوف إذا كنا محتاجين سمكرة بعد كده ولا لا. هندي مثال تاني، الكسور اللي بتبقى في العظم الطويل زي الساق أو الفخدة أو العضد. معظم الكسور دي بتتسبب بمسامير نخاعية او شرايح، ولسبب ما العظمه ملحمتش. دور الطبيب في الحاله دي ان هو يحدد سبب عدم اللحام او شكل عدم اللحام. طبعا بصرف النظر عن الاسباب، اللي بيبقى جزء منها كبير ليه علاقه بالمريض، زي عدم يعني ما ظبطش السكر قبل ما يخش العمليه، او ان هو يبقى مدخن. هو انا مدخن مش هقدر يعني، بس هي للاسف التدخين ليه مشاكل كتيره قوي، بيوصل لمرحله يعني في بعض الكسور بيوصل لغايه 60% من اسباب عدم اللحام التدخين. فعلى الاقل بنطلب من العيانه الفتره اللي هي قبل العملية، إعادة العملية، واللي بعد كده هو لازم يبقى التدخين مش موجود، عشان الخلايا بتاعة العظم تقدر تشتغل اللي هي بتساعد على اللحام.
وبندرس ساعتها سبب اللحام دوت الدورة الدموية ضعيفة في منطقة العظم ديت، ولا التثبيت كان ضعيف لأي سبب إن كان، سواء كان بقى يعني من الأول من ساعة التثبيت كان التثبيت ضعيف، أو نتج مثلا عن حاجة بعد كده هو اتأخرت وضعفت التثبيت. بنغير الكلام دوت بإن إحنا بنحط مسمار نخاعي أكبر، أو بنشيل المسمار النخاعي ونحط شريحة ونحط ترقيع عظمي سواء كان من الجسم أو من بره الجسم. وبرضو بنفهم العيان إنها يعني هي للأسف بتبقى حاجة صعبة على الاتنين، على الطبيب والمريض، إن هو يعيد من أول وجديد القصة تاني ويعلم إذا كانت هتلحم ولا مش هتلحم. بيبقى الموضوع محتاج قرار ومحتاج تأني. العكس كمان ان احنا ساعات عشان موضوع الوظيفة ده ساعات بننصح بان احنا ما نعملش الجراحة. يعني مثلا واحد عنده كسر في الكوع، وكسر الكوع ده سواء كان وهو صغير او وهو كبير لحم في وضعية مش مظبوطة، بحيث ان بقى الكوع معوج. طيب الكوع بتاعه معوج، بس عامل له ايه؟ اجي انا اسال، هو جاي لي عشان انا اعمل له عمليه، اجي اسال عيان انت عندك الم؟ يقول لي لا. اقول له طيب في مشكله مثلا في الاعصاب، هتحس بتنميل فيه هنا حوالين الكوع، اعصاب اللويه لجوه او لبره بتضغط على العصب او بتشد عليه، في الحالتين ممكن تعمل مشاكل. لا ما عنديش الكلام ده. طيب بتعرف تأدي الوظيفة؟ وظيفة الكوع يعني درجة من محتاجين درجة من التانية والفرد، بحيث إنها تساعدني. يعني من أهم وظائف الكوع إن هو إن أنا أعرف آكل، وإن أنا أعرف أهتم بالنظافة الشخصية بتاعتي. عارف تعمل الكلام ده؟ يقول لي آه عارف. خلاص هنعمل ليه الكلام ده؟ إذا كان الشكل مش فارق معاك ومفيش ألم والوظيفة 10/10، هعمل لك ليه؟ يعني خلي بالك إن اتخاذ القرار في إن إحنا نعمل عملية أو ما نعملهاش ده محتاج العيان بيبقى محتاج إيه؟ يعني إحنا بنشوف الشكوى الرئيسية بتاعة العيان وبنشتغل عليها. نفس العيان بعديها، لأ ده العصب تعبان، أنا حسيت بتنميل في صوابعي وابتدى يبقى فيه، ساعتها لا احنا بنبقى مضطرين، ما بتبقاش حاجة. او مثلا بنت، لا ده انا عندي مشكلة في الشكل، فانا بعمل عملية بس عشان الشكل، وده ما بيبقاش حاجة قليلة في حالات معينة. اللي انا عايز اوصله من الفيديو ده، الحاجة الرئيسية ان اعادة تصليح العملية تاني ده موضوع مش صغير، بيبتدي احنا بناخد من اول التاريخ، بنشوف التاريخ المرضي بتاع المريض، السبب اللي خلى كمان العملية ديت ما تبقاش كويسة. لان احنا بنشوف يعني في برضو بعض المرضى بيبقى فيهم يعني واحد عمل عملية وحصل تلوث في الحتة اللي هو عمل فيها عملية، وبعد ما حصل التلوث طيب عملت ايه؟ انا رحت للصيدلي واخدت مضاد حيوي. طب روحت كشفت عند الجراح؟ روحت عمل؟ لا. ده احنا بنخاف من المريض اللي هو بالشكل دوت، لانه مريض غير مهتم بالصحه بتاعته. يعني ما رحتش ما رجعتش للمستشفى بتاعتك، وما رجعتش للجراح، ورحت للصيدلي، او رحت يعني التلوث دوت درجات. بنبتدي اول نشوف الـ يعني شوية إفرازات، بندي لها مضاد حيوي، محتاج تطهير موضعي في الحتة دي. بناخد مزرعة من المنطقة دي، والطبيب هو الذي ياخد المزرعة مش أي حد، عشان نشوف المضاد الحيوي الملائم للميكروب اللي موجود. المشكلة كبيرة إن أنت تاخد مضاد حيوي مش ماشي مع المضاد، مع الكائن المسؤول عن التلوث، او البكتيريا، نوع البكتيريا اللي موجوده ده بيعمل بنسميها ريزيستنس، بيعمل
تفاعل ومناعة من العيان للمضاد من الميكروب للمضاد الحيوي. دي مشكلة كبيرة جدا يعني، حتى بعد كده لما ناخد مزرعة بيبقى في صعوبة، تلاقي في المزرعة كلها ريزيستنت ريزيستنت ريزيستنت، مش مستجيب لأي مضاد حيوي. دي بتقابلنا يعني، بتبقى مشكلة كبيرة جدا. وفي الآخر أنت كل اللي عملته إن أنت ما كشفتش عند الطبيب، فده ما ينفعش. لازم تهتم بالوضع، لازم في ساعات بنبقى محتاجين في نوع من انواع الصدير بيبقى سميك، لازم افتح عليه وانضفه مره واثنين وثلاثه عشان ما يخشش على المفصل ويعمل مشاكل ملهاش اول ولا اخر. وبعد كده فاحنا بنحلل شكوه المريض، هو محتاج ايه، عايز الدنيا نقدر نوصله لبر الامان باقل طرق واقل وقت ازاي. الكلام اللي ما بين الطبيب والمريض هو اللي بيضمن نجاح العملية، ان انا ابقى عارف المريض بتاعي عايز ايه وهو مستني مني ايه. ما يبقاش الموضوع يبقى فيه سواء كان تقصير من الطبيب او مبالغة من المريض على الناحيتين. يعني المشاكل بتاعة العظم في الحقيقة يعني ملهاش أول ولا آخر. اتخاذ القرار الصحيح في المكان الصحيح هو اللي بيضمن إن الدنيا تبقى كويسة. مش عايز أتكلم في المشاكل أكتر من كده، هو على قد ما أنا كنت محتاج إن أنا أوصل صورة معينة إحنا بنفكر إزاي في المواضيع دي. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.